توفي الفنان الأردني ياسر المصري اليوم أثر حادث السير في مدينة الزرقاء عن عمر ناهز 48 عاما. وفي هذا التقرير نرصد لكم 10 معلومات عن الفنان الراحل. ولد ياسر المصري في مدينة الرمسية بالكويت عام 1970، ودرس في مدرسة الرمسية الثانوية وهو من أصل فلسطيني. تخرج من الأكاديمية الأردنية للموسيقى وعرفها الجمهور العربي بشكل كبير من خلال مسلسل نمر بن عدوان الذي قام ببطولته. وتناول مسلسل حياة الشاعر الشهير نمر بن عدوان الذي كان منتسبا لعشيرة العدوان الأردنية وشراكته البطولة الفنانة صبا مبارك. قدم بعد مسلسل نمر بن عدوان خلال نفس الفترة العديد من المسلسلات التي يغلب عليها الطابع التاريخي أو البدوي، مثل أبو جعفر المنصور ودعاء على أبواب جهنم وذي قاب. أول تعارف بينه وبين الجمهور المصري جاء من خلال فيلم كف القمر، حيث لعب شخصية ضاحي أحد أبناء قمر الخمسة. بعد نجاحه في فيلم كف القمر لفتت له الأنظار بقوة في عام 2013 من خلال مسلسل تحت الأرض الذي يعتبر من أول تجارب في الدراما المصرية مع أمير كرارة والمخرج حاتم علي، حيث لعب دور علي الميري ضابط أمن الدولة. وقدم في رمضان 2017 مسلسل الجماعة الذي لعب فيه دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كما قدم في عام 2018 أربعة أعمال تلفزيونية وهي أبناء القلعة الذي لعب به دور الشيخ نهار، ومسلسل شيء من الماضي، ومسلسل أمر واقع، وشارك في الملحمة التاريخية هارون الرشيد، حيث لعب دور يحيى البرومكي كاتب هارون الرشيد قبل أن يتولى الخلافة ويصبح وزيره. تزوج في عام 2000 من الفنانة الأردنية نسرين قرد، ورزق منها بثلاث أبناء. عمل مدربا للفرقة الوطنية التابعة لوزارة الثقافة ممثله الأردن، وفي معظم المهرجانات العربية والدولية حتى نهاية العام 2007.